السلام عليكم أصدقائي، في هذا الفيديو سنتحدث عن النصائح المهمة والضرورية لتحقيق شروط اليوتيوب 1000 مشترك و4000 ساعة. ما يجب أن تعرفه صديقي، أولا أعلنت اليوتيوب السنة الماضية عن شروط جديدة التي تتيح لقنوات اليوتيوب تحقيق الدخل منها، مما أثار حالة من القلق لدى الكثير من منتجي المحتوى على اليوتيوب، وخاصة وإن الشروط الجديدة تنص على الحصول على 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك خلال السنة الماضية. الآن سأقدم لكم خطوات ونصائح تحقيق شروط يوتيوب. قبل أن نبدأ بالخطوات التقنية لتحقيق شروط يوتيوب، نبدأ بالخطوات النظرية. يجب أن تملك تخيل مسبق عن نوع القناة التي تريد أن تنشئها، شيء تحبه، تملك له الشغف لعمله، أو على الأقل تتخيل نفسك مشترك لهذه القناة وأنها فعلا تقدم لك الفائدة والمتعة التي تتوقعها من القناة. إذا قبلت كل شيء، يجب أن تكون أولا معجبا بقناتك وأولا ناقد بناء لها. ويجب عليك أن تحدد النقاط. أولا حدد الفئة المستهدفة للقناة، شباب، فتيات، كبار السن، رجال أعمال إلى آخره. ثانيا حدد نوع أو تخصص القناة، ألعاب، فيديو، مكياج، طبخ، ترفيه، رياضة، علوم، ثقافة. بعد تحديد هوية القناة سنستعرض كيفية تحقيق شروط الربح من اليوتيوب. كيف تحصل على 1000 مشترك و4000 ساعة؟ ليست هناك طريقة سحرية للحصول على هذه الأرقام، ويجب عليك أن تمتلك استراتيجية جيدة وطويلة المدى للنجاح في قناتك. إن تبعت النصائح التالية ستحقق شروط الربح من اليوتيوب في أسرع وقت ممكن. وهذه هي النصائح. أولا، اختر اسما مميزا وسهل التذكر للقناة. ثانيا، صمم شعار وصورة لقناتك، فهي أول ما سوف يجذب متابعيك. يمكنك استخدام أدوب سبارك وكانفا. ثالثا، صمم فيديو ترويجي لقناتك وضعه على الصفحة الرئيسية. يمكنك الاستعانة بموقع ويف لصناعة مقدمة وفيديو ترويجي لقناتك. رابعا، ارفع أكثر كمية من الفيديوهات لكن حافظ على جودتها. ينصح برفع فيديو واحد في اليوم على الأقل في الثلاثة أشهر الأولى مع إنشاء القناة، ثم يمكنك التقليل مع مرور الوقت. خامسا، استخدم أدوات سيو لتعديل الكلمات المفتاحية والطاقات، فهي ستساعد كثيرا في نشر مقاطع الفيديو خاصة بك. يمكنك استخدام أدوات مثل فيد ديك وتيوب باد. سادسا، صمم صور مصغرات ثمبنيل جميلة لمقاطع الفيديو. يمكنك استخدام مثلا تيوب بادي وفيديك. سابعا، اختر عنوان لمقاطع الفيديو ولكن تأكد من صحة العناوين. انشئ قوائم تشغيل بلاي ليست لمقاطع الفيديو خاصة. تاسعا، انشئ كروت ترويجية بنهاية الفيديو لغير مقاطع اند كارد. عاشرا، انشئ كروت ترويجية اثناء الفيديو كارد. 11، أضف شرح جديد لمقاطع الفيديو في صندوق الشرح، سيساعد محرك البحث على العثور على الفيديوهات الخاصة بك. 12، أنشئ فيديوهاتك في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. 13، أنشئ فيديوهاتك على موقعك الخاص أو مدونتك. 14، أضف زر واتر مارك لدعوة المشاهدين للاشتراك في قناتك. 15، حاول التعاون مع قنوات يوتيوب مشابهة لقناتك لتبادل المشتركين. 16، التواصل مع المشتركين وتعليقاتهم. وفي الختام أصدقائي، إذا طبقت النصائح والخطوات السابقة بشكل صحيح، كن متأكد أنك على الطريق الصحيح، وكل ما عليك هو الصبر والاستمرار بالعمل، وسوف ترى نتائج إيجابية بشكل سريع. وفي الختام أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.